لك المنطوق اللي انا بكلمك عليه في مصر، يعني الخطه الاقتصاديه التي وضعتها القياده السياسيه كانت خطه حكيمه جدا في ان مقدرات الدوله المصريه امام سواحل البحر المتوسط لابد من التركيز عليها. طيب يمكن انا هقول لك على نقطه، القياده السياسيه بدات هذا الموضوع من الربع الاخير من 2013، ويمكن كان اول قمه في نوفمبر 2014 وتاني قمه ما بين مصر وقبرص واليونان صاحبه المياه الاقتصاديه في الشواطئ امالنا. هذه القمه اسفرت على ان هناك نوع من التركيز شراك. والشراكه على اعطاء ثقه للاستثمارات الاجنبيه انها تخش، وعلى كمان ان ندرس تماما ان الدوله المصريه لديها القدره من خلال الارصفه البحريه القريبه داخل مياه البحر المتوسط ان احنا نقدر نمد ونستقبل الغاز القبرصي، وكمان لو اسرائيل عايزه تبيع الغاز بتاعها نحن قادرين على استقبال هذا الغاز.